طبعا يا أحمد، يعني نظمت الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل تفاعلية لمناقشة أهم المبادرات والبرامج ضمن استراتيجيتها المقترحة لقطاع الرياضة 2032، والتي شهدت حضورا متميزا لممثلي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات المعنية. وللمزيد حول المبادرات والبرامج لدى قطاع الرياضة 2032، نتشرف باستضافة سعادة سعيد عبد الغفار حسين، وهو الأمين العام للهيئة العامة للرياضة. صباح الخير. صباح النور والسرور. صباحكم إن شاء الله جميل ورياضة بإذن الله. بداية، شو هي أبرز ملامح هاي الاستراتيجية، وما هي أهم المبادرات اللي سيتم العمل عليها؟ في البداية اسمحوا لي أن أشكر قناتكم الموقرة سمد بي على هذه الاستضافة. وقبل الحديث عن الاستراتيجية، أؤكد بأن ورشة العمل مع ممثلي القطاع نابعة من إيمان الهيئة بضرورة إشراك المعنيين في رسم توجهات المرحلة القادمة، المرحلة اللي وضعنا فيها التعاون والشراكة مع القطاع الرياضي عنوان رئيسي لها. في الحقيقة فيما يتعلق بالاستراتيجية المقترحة، فهي تأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة لبناء قطاع رياضي متميز يساهم في تعزيز ورفعة مكانة الدولة من خلال تحقيق الإنجازات الرياضية وبناء مجتمع صحي. هذه الاستراتيجية بمشيئة الله تعالى، بعد ما تعتمد بإذن الله من الجهات المختصة وبشكل نهائي، ستكون أول استراتيجية وطنية تعني بالقطاع الرياضي، وتهدف إلى تطوير منظومة القطاع الرياضي من خلال ثلاث محاور رئيسية: الرياضة المجتمعية، الرياضة التنافسية، والمنظومة الرياضية. حاولنا نستهدف في هذه الاستراتيجية وضع برامج عالمية لتأهيل وصقل الكوادر الرياضية من أجل العمل باحترافية في القطاع الرياضي، سواء كان من خلال إعداد القيادات الرياضية وتطوير الرياضة المدرسية وعمليات الانتقاء الرياضي. الأمر اللي تستهدف منه الهيئة العامة للرياضة لخلق مبادرات تعني بانتقال موهوبين في مختلف الألعاب الرياضية. ترتكز هذه الاستراتيجية على بناء العلاقات التشاركية بين الجهات الرياضية والمؤسسات الاتحادية الأخرى ذات الصلة بالعمل الرياضي، من خلال وضع آلية لتنظيم وتنسيق العمل المشترك في ما بينها وتحديد المسؤوليات. وترتكز أيضا في زيادة إلمام أفراد المجتمع بمبادئ وقيم الثقافة الرياضية وأهمية ممارسة الرياضة. ومن المرتكزات أيضا زيادة وتعزيز القدرات التمويلية للاتحادات الرياضية من خلال خلق فرص للاستثمار في القطاع الرياضي وتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي. هذا يعني بإيجاز ما تمحورت فيه ورشة العمل اللي نظمناها مع الاتحادات واللجنة الأولى. نعم. طيب، هل سيكون هناك رياضات محددة أو حتى ذات أولوية سيتم التركيز عليها لتحقيق إنجازات خلال المرحلة المقبلة، وعلى أي أساس تم اختيارها في هذه الخطة؟ ترتكز خطة عملنا في الحقيقة يعني في المرحلة القادمة على محاور كثيرة، لكن أذكر منها العمل على تطوير المنظومة الرياضية بشكل متكامل، بحيث يتيح للرياضيين تحقيق الإنجازات، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء القطاع الرياضي متميز يساهم في تعزيز ورفع مكانة الدولة من خلال تحقيق الإنجازات وبناء مجتمع صحي. ركزنا على الرياضات الفردية في الحقيقة، ولكن طبعا هذا ما نستانى الاهتمام بجميع الرياضات والألعاب الأخرى. تم اختيار عدد من الألعاب الرياضية الفردية
بناء على دراسات ومقارنات معيارية من قبل فريق فني متخصص، ووضعنا من خلالها برامج متكاملة لدعم ورعاية اللاعبين، وسيتم التنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية لتقديم كافة سبل الدعم لهم من خلال لجنة دعم الرياضة الوطنية اللي يرأسها رئيس الهيئة العامة شخصيا، وعضوية عدد من الشخصيات القيادية في الجهات ذات الصلة بالعمل الرياضي المشترك. نعم. طيب، ما هو مشروع البطل الأولمبي، وماذا عن خططكم لإعداد أبطال أولمبيين على مدى الأعوام المقبلة؟ تم انتقاء المواهب الرياضية من الذكور والإناث من مواطني الدولة، وتم تأهيل أكثر من 20 رياضي حتى الآن، وطبعا هذا بيمشي تزامنا من الآن لحتى 2032. نحن نعمل مع كافة الجهات المعنية لزيادة أعداد الرياضيين المؤهلين القادرين على المنافسة في المسابقات المختلفة. تم إعداد خطة عمل جديدة بالتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الوطنية بشكل خاص وكافة الجهات والقطاعات المعنية من أجل خلق تعاون مشترك لانتقاء ورعاية الموهوبين الرياضيين. نعم أبو مايد، يمكن المشروع البطل الأولمبي بدأ في 2016 عن طريق اتحاد ألعاب القوى، ولكن لم يبصر النور. صندوق الإمارات بعدها في 2018 للمواهب أيضا، يمكن البعض متخوف الآن، ولكن نحن كنا ثقة في القادم الآن من خلال هذه الاستراتيجية بأن تتوفقون إن شاء الله وتحصلون على النتائج المتميزة. ولكن خلنا نتكلم عن استراتيجية 2032 اللي تتطلع إلى رفع مشاركة أفراد المجتمع الذين يمارسون الرياضة إلى نسبة 65%، وكيف ستعمل الهيئة على تحقيق هذا الهدف؟ في الحقيقة في أن ارتفاع نسبة أفراد المجتمع اللي يمارسون الرياضة يعني يزيد نسبة احتمالية النجاح في جميع الألعاب. نعمل الآن في الهيئة لأن يكون للمجتمع يعني نحاول نخلق فيهم الشغف بممارسة الرياضة، وبالتالي هذا الشيء يخلق بيئة صحية وإيجابية تحفز الأفراد بالاستمرارية والطموح لتمثيل الدولة على كافة الأصعدة. ستعمل الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية على إطلاق مبادرات مجتمعية تعزز الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني. مثل ما أنتم عارفين هذه لها فوائد إيجابية كثيرة على مختلف الجوانب، سواء كانت الاجتماعية النفسية أو الاقتصادية. نعمل أيضا من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير منشآت رياضية عامة تخدم كافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق الدولة. نعم، كان معنا طبعا في هذا اللقاء سعادة سعيد عبد الغفار حسين، وهو الأمين العام لهيئة الهيئة العامة للرياضة. شكرا جزيلا وجودك معنا اليوم.